بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن محاضره تمريض مسنين الفرقه الثانيه لمعهد فن التمريض، تقديم دكتوره منى عبد الله عبد المرضي مدرس تمريض صحه المجتمع كليه تمريض جامعه بنها، بعنوان مانجمنت اوف كوما فيزيكال هيلث بروبلمز. ايه الكوما فيزيكال هيلث بروبلمز؟ احنا عارفين احنا عندنا مشاكل يعني بيكون له شائعه وكده في كبار السن، وليكن مثلا في بعض الاجهزه زي الكارديو فيسكولار سيستم ممكن يحصل له بروبلمز زي الانجينا اللي هي الذبحه الصدريه، الاثيروسكلروز زي الوقت قلب الشرايين، كونجستيف هيرت فيلير، الهايبر تنشن، اند المايوكارديال انفاركشن. بعد كده بالنسبه للنيوروجيكال سيستم اللي هو ممكن يحصل له بعض الهيلث بروبلمز زي اللي هو الزهايمر ديزيز اللي هو مرض الزهايمر، وطبعا احنا عارفين بيبقى موجود كتير في كبار السن. سيريبرو فاسكولار اكسيدنت اللي هو زي مرض الستروك والسكته الدماغيه، الاورجانيك برين سيندروم اللي هو متلازمه المخ العضويه، عند الباركنسونز ديزيز اللي هو مرض الرعايش. بالنسبه للجاستروانتستينال سيستم ممكن يحصل له بعض البروبلمز زي الكونستيبيشن، زي الفيكال امباكشن، زي الجول بلادر ديزيز، زي الهيمورويد زي البواسير، عند الياتال هيرنيا اللي يفت في الحجاب الحاجز. في الريبرودكتيف سيستم احنا عارفين ان في الريبرودكتيف سيستم ممكن يكون في الفيميل وفي في الميل. بالنسبه للفيميل ممكن يحصل لها بريست كانسر وسرطان الثدي، سيرفيكال كانسر، عند فاجينايتس. بالنسبه للميل ممكن يحصل له بناين بروستاتيك هايبرتروفي، ممكن يحصل له امبوتنس اند بروستاتيك كانسر وسرطان البروستات. في برضه بعض الاجهزه تاني زي الريسبيراتوري سيستم ممكن يحصل لهم فيزيما اللي هي انتفاخ الرئه، انفلونزا، نمونيا اللي هو التهاب الرئوي، عند التوبركلوز اللي هو السله او الدرن. بالنسبه للانتجمنتري سيستم ممكن يحصل له بعض الهيلث بروبلمز زي البازل سيل كارسينوما، زي الديكوبيتس السر اللي معناها كراح الفراش، ودي طبعا نتيجه ان كبار السن بيبقوا ناس كتير قوي متقاعده على الفراش يعني وكده، هيربس زوستر انفكشن اند سكوامس سيل كارسينوما. بالنسبه للمسلو سكيلتال سيستم ممكن يحصل لها بعض الهيلث بروبلمز زي الارثرايتس، زي الليب عند الازل فراكشر، زي عند الاوستيوبروس وشوشه العظام. اليورينري سيستم ممكن يحصل لها برادر كانسر، انكونتيننس هو التبول اللا ارادي، اند يورينري تراكت انفكشن التهابات في مجرى البول. بعد كده في سؤال عندنا مهم جدا، ايه هي الجولز فور كرونيك كير؟ ليه انا بعمل بعتني بالكورونيك بالناس اللي هم عندهم ايه اللي هو كرونيك ديزيز، امراض ايه كرونيك، امراض مزمنه. اول حاجه عشان اقدر اعمل ايه منتين اللي انا اقدر احافظ على اور امبروف اللي انا احسن السيلف كير كبس بتاعت ايه الدير البيبول ده. تاني حاجه اللي انا اقدر اعمل مانج اتحكم في الديزيز افكتفلي، اللي انا اقدر يعني اتحكم في المرضى بطريقه ايه فعاله. لو انا اتحكمت في مرض الطرف فعاله اقدر اعمل ايه امبروف، لان اقدر احسن ذا بودي هيلينج ابيليتيز، يعني اي مشكله عنده في الهيلينج اقدر اعمل لها ايه امبروف بقدر احسنها. اقدر برضو اعمل بريفنت الكومبليكيشنز اللي انا اقدر امنع اللي هو اي مضاعفات ممكن تحصل له. بعد كده في الاخر بقدر انا اشيف ذا هايست بوسيبل كواليتي اوف لايف، بقدر اوصل بالشخص الموجود عندي دوت او اللي هو الجيرلي اللي احنا بنتكلم عنه اصلا باعلى مستوى بايه من كواليتي اوف لايف، من جوده الحياه بتاعته. في اخر حاجه هو الشخص ده اللي جري دوت داي ويز كومفورت، اللي هو يعني ما يكون يجي يعني يا داي هو يموت يعني كده، ويكون ميت ويز كومفورت وبيس اند ودجنيتي. بعد كده في السؤال برضو هم عندنا، ايه الكاركترستكس اوف الكوميونتي هيلث نيرس ذا ديلينج ويز الديرلي بيبل؟ ايه خصائص ممارس صحه المجتمع لما بتيجي تتعامل مع شخص الديرلي، مع شخص كبير سن؟ اول حاجه من الكاركترستك بتاعتها، احنا عارفين الديرلي دوت يعني بيكون عباره عن يعني شخص بس ايه لازم بيكون سنسيتيف شويه، بيكون حساس، فلازم لما نيجي نتعامل معاه ما نزقش عليه، لازم تكون نيرس ايه ماست بي بيشنت، لازم تكون صبوره اند هاز ستريكت جود اوبزرفيشن، تكون عندها قوه ملاحظه صارمه لاي مشكله ممكن تكون موجوده عنده، ممكن هو ما يحكيلناش عليها فهي ايه تلاحظها عليه. تاني حاجه لازم تكون النيرس ماست بي وورمس اند سمباسي، معناه اللي يكون عندها نوع من الحنان، اند سمباسي هو العطف. لازم تكون النيرس برده شود بي اوير، لازم يكون عندها وعي بالشي هابت، ايه المواقف او العادات المخجله اللي ممكن الشخص ده يتعرض لها، فبالتالي ما تقولهالوش يعني وكده. لازم تكون النيرس برده عندها هاف سنس اوف الهيومر، يكون عندها ايه روح الفكاهه، يعني ما تضحكش على اي حاجه بيقولها عشان ايه هو ما يشميزش منها. بعد كده برده لازم تكون النيرس ماست نو في الشينج، لازم تكون عارفه ايه التغيرات اللي موجوده في ايه في اللي هو تبع الدير، لان احنا عارفين الايدجنج بروسس بتاعتنا بتكون عمليه نورمال، عمليه فيسيولوجيه نورمال بتكون طبيعيه، يعني اي تغير بيحصل للدير اللي ده بيكون تغير طبيعي. بعد كده لازم النيرس دي تحط في اعتبارها البيشنتس باست اكسبيرينسز، الخبرات اللي موجوده عنده قبل كده، والنيز احتياجاته الديمونس المضطرات بتاعته، لان هو ممكن يساعدها لو هو عنده خبره موجوده قبل كده، ممكن يساعدها في الكير بتاعته في الكير لما تيجي تقدمها له. بعد كده لازم تكون ايه النيرس برده هي ذا ابيليتي، يكون عندها القدره فور جروبر كوميونيكيشن ويز ذيس سبيسيفيك ايدج جروب، لازم يكون عندها القدره ازاي اللي هي تقدر تتعامل وتتواصل مع الناس دي. بعد كده لازم برضو النيرس يكون عندها ذا ارت اوف اكسبريس ذير فيلينجز اند ابريشيت ذير فاليو از انديفيديوال،
لازم يكون عندها فن اللي ازاي تقدر تعبر عن اللي هو المشاعر بتاعتهم، وازاي تقدر تقدر كمان يعني الفاليو بتاعتها اللي هو القيمه بتاعتها، لان هو يعتبر شخص زينا زيه بالظبط. بعد كده لازم تكون شود بي فليكسيبل، لازم تكون نيرس ديت يعني مرنه وسهله في تعاملها مع الالدرلي بيبول دول، اند ايبل تو بروفايد الكير، وتكون قادره تقدم الكير باي هارمونايزنج اللي هي عن طريق تقدر توافق او تعمل تنسيق بين هير فيلينجز المشاعر بتاعتها اند ذا نيدز وفي الالدرلي واحتياجات الالدرلي دي. كده برضو من ضمن الكاركترستيك بتاعت النيرس اللي لازم تكون ايه، النيرس ديت هي از سورس اوف بيرسون، لازم تعتبر هي شخص ممول. يعني ايه شخص ممول؟ لازم يكون عندها جود او بيج بودي في الساينتفك نولج، لازم يكون عندها كميه كبيره جدا من المعلومات، ولازم تكون عارفه الريسورس او السيرفيسز اللي في المجتمع اللي في الكوميونتي اللي ممكن تقدر تقدمها للشخص دوت يعني كده، او تعرفه له بحيث لو هو عاوز يوصل لاي مكان يقدر يروح. بعد كده لازم تكون برضو النيرس ايه اللي هو ايبل تو انتروديوس انوفيشن، تقدر تقدم اي ابتكار او اي اختراع موجود عندها، اي حاجه جديده عرفتها مثلا عن الكير مثلا ممكن تقدمها له كده، تقدمها له عشان توصل بالشخص دوت ايه لارج كفرج اند بيتر كير، تقدر توصل بيه في الاخر اللي تقدمه رعايه ايه كويسه يعني. بعد كده لازم تكون النيرس برضو اللي ليت ذا كلاينت تو بي ان اكتيف بارتيسيبانت، اللي هي معناها اللي ايه تسمح للشخص دوت اللي هو يشارك معاها في في الكير او في البلين بتاعت الكير بتاعته لما تيجي تعمله الكير. ده سؤال مهم جدا. ان شاء الله هنتكلم على ايه الرول بقى بتاع الكوميونتي هيلث نيرس ان وركينج ويز جيراتريك بيبل اكوردنج تو 3 ليفل اوف بريفنشن، يعني بقى ايه دور ممارس صحه المجتمع لما تيجي تتعامل معاه بقى. احنا عارفين الرول بتاعنا دوت اللي في عشان يبقى عندنا افكتيف نيرسينج، عشان يبقى عندنا تمريض فعال لاي بيبيوليشن موجودين عندنا سواء كان الديرلي سواء كان الشيلدرن سواء كان ادلت او يونج او كده، ده ريكوايرز ان الطالب اللي يكون فيه فاميلاريتي لازم يكون فيه يعني ويز ذات جروب، لازم يكون عارفه الناس دي وكده، ولازم يكون مألوفة او محبوبه بالنسبه لهم، ولازم يكون عارفه ايه عنهم، لازم يكون عارف ايه الهيلث بروبلمز بتاعتهم، ايه المشاكل الصحيه الموجوده عندهم عند الناس وايه احتياجاتهم. احنا عارفين ان الايدجنج بروس بتاعتنا دي هي عمليه زي ما احنا قلنا هي عمليه نورمال فيسيولوجيك اند ريفرسيبل ايه بروسيس، يعني هي عمليه طبيعيه وفيسيولوجيه وفي نفس الوقت ايه راجعه فيها، يعني طالما خلاص شخص كبر في السن مش ممكن يرجع ايه يبقى شيلدرن تاني، وهي في نفس الوقت تزنت ايه السبروم مش مشكله، مش مشكله صحيه. علشان كده لازم انا النيرس تعمل ايه ماست بي بلاننج، لازم ليها تخطط تو ميت زي هيلث كير نيدز اوف الولدر كلاينت، لازم ليها تخطط ليها تعمل ايه تعمل ولا السكير نيز الاحتياجات ايه احتياجات الرعايه الصحيه اللي الناس دي اللي الدير اللي بيبول يكونوا محتاجينها، وده يحصل من خلال ايه اللي هي تقدموا ايه تعرف إيه من خلال البرايمري والسكندر اند التيرشري ليفل اوف بريفنشن. عندنا بالنسبه للبرايمري بريفنشن احنا عارفين طبعا البرايمري بريفنشن ده بيكون عباره عن اكشن اللي هو النيرس مثلا بتعمله ليه بقى انفولفز ايه اللي هو يعني بريفنتنج اللي انا امنع الهيلث بروبلمز بيفور ذا اكيور، اللي انا امنع المشكله الصحيه اللي هي تحصل قبل ما المرض ايه يعني قبل ما تحصل يعني كده، بمنع اللي هي تحصل قبل ما المرض ايه يحصل. بعد كده بتشمل حاجتين الهيلث ايه اللي هو البرايمري بريفنشن بتاعتنا بتشمل حاجتين هيلث بروموشن ايه وايه والهيلث بروموشن ده بيكون من خلال الهيلث اديوكيشن، بدي الناس هيلث اديوكيشن عن ايه في البرايمري بريفنشن، عن ان هو الجود نيوتريشن وما ياكلوا كويس، عن الهيجين، عن اللي هو السيفتي، عن الايمونيزيشن، عن الريست اللي هم يعني طبعا ياكلوا قدر كافي جدا من اللي هو الريست والسليب اند الاكسرسايز اللي هم من تاني يحافظوا على الاندبندنس بتاعتهم اند بريبريشن فور الديث. فليكن مثلا بالنسبه للستريس مانجمنت بتاعتنا ازاي الشخص ده يعني يتحكموا في الستريس مانجمنت، اول حاجه احنا عارفين الستريس مانجمنت بيقول لك ان الستريس مانجمنت والستريس ريدكشن عشان اقدر اقللهم دول يعتبر اور امبورتنت اسبكت، يعني هي اشكال مهمه جدا من الهيلث بروموشن بتاعتنا. تاني حاجه النيرس بقى تساعد الناس دي اللي هم يعني يقللوا الستريس بتاعهم ده ازاي، وده عن طريق اللي بتعلمهم ذا فيرست ستيب ان الستريس مانجمنت من خلال الريلاكسيشن سيرم، بتعلمهم ازاي يقدروا يعملوا ايه ريلاكسيشن سيرم. تاني حاجه مثلا بالنسبه لكم مثلا بالنسبه للايمونايزيشن، بالنسبه للايمونايزيشن مثلا برضو لازم النيرس تعرف اللي هم الديريبل ده يعني كده لانكورج ايه تشجعهم على الادكويت ايمونايزيشن، ولازم ليه بروفايد مثلا ايه عندنا نوع من الايمونايزيشن بنعرفهم يعني كده او اللي احنا بنديهم لهم، زي في النمونيا فاكسين وفي هو ايه وفي اللي هو الفلو فاكسين. الفلو فاكسين اللي هو ايه ده بيتاخد ييرلي بيكون هو سنويا، لكن النمونيا فاكسين اللي هو ضد الالتهاب الرئوي ده بيتاخد ايه كل 5 سنين. طب مش معنى الناس ديت اللي احنا بنديها الفاكسين دوت يعني كده، لان الناس ديت ايه هي ان انكريز السستيبيليتي بيكون اكثر عرضه تو انفكشس ديز الامراض ايه المعديه، عشان كده لازم احنا ندوم نهتم ان احنا ندوم ايه الايمونيزيشن يعني وكده. بعد كده برضو بالنسبه ازاي اللي احنا ايه منتين الاندبنس، ازاي نخليهم يحافظوا او يعتمدوا يعني على نفسهم يعني في كل حاجه، ودي من خلال اللي انا انكورج الفاميلي ممبرز اللي انا بشجع الاسره بتاعتهم اللي هي تو فوستر اندبنس اللي هي تسرع عمليه ايه الاندبنس اللي هم يعتمدوا على نفسهم.
تاني حاجة اللي انا بروفايد سبورت سيرفيسز، اللي انا بقدم لهم الخدمات ايه المساعدة او المساندة اللي ممكن ايه تسمح لهم اللي هم تو ليف اندبندنتالي، اللي هم يعيشوا ايه بطريقة ايه يعني معتمدين على نفسهم فيها. كمان اللي انا انكرج انا بشجع الكلاينت بارتيسيبيشن، بشجع اللي هو المريض الموجود عنده او هو الكلاينت اللي هو الديرلي بيبول، المقصود بالديرلي بيبول اللي هو يعمل ايه بارتيسيبيشن ويشارك معايا في الهيلث كير بلاننج في الخطة اللي انا باجي اعملها عشان ايه اللي هو اقدم له الوايل كير. بعد كده بالنسبه للسكندري بريفنشن بتاعتنا، احنا عارفين السكندري بريفنشن خلاص هي المرض خلاص بيكون او الليست بروز بتاعته بتكون حصلت، ولكن الغرض منها بقى اللي انا بعمل ايه دي بتشمل لي برده حاجتين، اللي انا بعمل ايرلي ديتكشن للحاله اند ايه برومبت ايه انترفنشن. خلاص ببدا اللي انا اديله بقى بتشخيص مبكر للحاله اللي موجوده عندي المشكله اللي موجوده عنده اند برومبت لو انترفنشن او لو برومبت ايه تريتمنت. بعد كده دور الناس هنا بتعمل ايه، لازم ليه انكارات تشجع الدير اللي بيقول دوت انه فور روتين سكريننج، بتعمل سكرين بتخليه يعمل سكريننج تيست على طول فور الديزيز الامراض الموجوده عندهم، خاصه احنا عارفين ان كبار السن اكتر امراض ممكن تكون شائعه عندهم زي الهايبرتنشن، زي الدبيتك مثلا الهايبرتنشن تخليه يعمل ايه تخليه مثلا يقيس الضغط ايه على طول يعني ما يسكتش مثلا عشان ممكن ايه يعني ممكن يكون ضغطه عليه مش حاسس، الدايبيتس اللي هو لما يقيس السكر على طول، الكانسر يعملوا فحوصات على طول عشان برضه تاكد ما عندهم ولا لا، لان الحاجات دي لو انا وين ايدنتيفايد لو انا عرفتها بدري ار ايبل تو بي تريتد ايه سكسفول، الشخص ده هنقدر نعالجه في الاخر ايه بطريقه ايه سكسفول ناجحه. تاني حاجة لازم برضو النيرس انكارج بتشجع اللي هو الدور او الكلاينت دوت تو فولو ذا روتين هيلث سكريننج سكيدول، بيكون في جدول كده خاص بالسكريننج تيست مثلا ده بيكون روتيني بتشجعه اللي هو ايه يستمر عليه، وده بيكون عن طريق موثوق بريسكرايب بيكون موثوق عن طريق اللي هو الكلينيك مثلا اللي هو اي عيادة مثلا او اي دكتور قايل له عليه او الهيلث كير بروفايدر او اي شخص بيقدم له ايه اللي هو. بعد كده عندنا التيرشري بريفنشن، عارفين التيرشري بريفنشن هي المرحله ايه المرحله الثالثه اللي مثلا خلاص المرض حصل وخلاص بقى يعني بندي له علاج وكده، ولكن الغرض من المرحله بتاعتنا دي او الليفل دوت ان انا بعمل ايه فوكس اون بركز على ان انا بعمل بريفنتنج الكومبليكيشن اوف ذا اكزيستنج كونديشنز، اللي انا بمنع حدوث المضاعفات، يعني هو خلاص عنده المرض وبيتعالج منه بس انا بحاول ان امنع ايه المضاعفات وده عندي البريفنتنج زيرو كونس وبمنع ايه اعاده حدوث المره ثانيه، وده بيكون من خلال ايه بخلي الشخص ده يعمل لي فولو اب يعمل متابعه على طول اند ريهابيليتيشن بروجرام از نيدد افتر ا ديزيز اور كونديشن هاز ايه اكيوت اور بين دايجنوز اند انيشال تريتمنت هاز بجن، خلاص هي يعني المشكله حصلت له بس انا بخليه ايه بمنع المضاعفات اللي ممكن تحصل له او اللي هو الحاجه دي المرض او المشكله تحصل له مره ثانيه، من خلال برده بخليه يتابع معايا وبديله ريهابيليتيشن بروجرام برنامج اللي هو تاهيلي ليه يعني وكده وخلاص، وطبعا ده كله ماشي على العلاج بتاعه. بعد كده بقول لك التيرشري بريفنشن بقى فور الادلتس ريليتد تو فيزيكال هيلث بروبلم ديو تو الايفكت اوف الايجنج بروسيس، ممكن ايه التيرشري بريفنشن ديت ممكن اعملها في بعض الهيلث بروبلم زي ايه السكين بريك داون كونستيبيشن، في حاله مثلا يوريري انكونتيننس، في حاله مثلا موبيلتي ليميتيشن، في حاله البين، في حاله الواد ديبريشن، في حاله لنا ديكويت فاينانشال ريسورسز، في حاله السنسوري لوس، في حاله الكونفيوشن، في حاله الوال ابيوز اور النيجلكت، في حاله مثلا السوشيال ايزوليشن ايه اند الاكسيدنتال ايه اند الاكسيدنتال انجري، وليكن مثلا في حاله اليورينري انكونتيننس هناخد مثلا امثله، في حاله اليورينري انكونتيننس اللي انا بعمل ايه ريفير بشجع الشخص اللي هو الجري دوت ايه فور اللوجيكال ايه كونسلت اللي هو ايه ممكن يستشير فيها اي ايه مثلا اي دكتور او اي دكتور إيه مثالك. تاني حاجه انكارج بشجع له فريكوينت فويدنج اللي هو يعمل حمام على طول، اسيست ويز برادر تريننج اللي هو بس بساعده برضو اللي هو يعمل ايه برادر تريننج ويتدرب على ايه على اللي هو عملت له يعني برادر ويخش الحمام مثلا وكده وازاي ايه يقدر يعمل ايه حمام. بعد كده برضو مثلا وليكن بالنسبه للبين بالنسبه للالم مثلا اللي انا بعمل انكارج وورم سوكس، تاني حاجه انكارج اللي هو ادكويت ريست اند اكسرسايز تو بريفنت عشان اقدر امنع ايه الموبيلتي ليميتيشن. في برضو بعض الحالات اللي هو الثانيه مثلا زي ايه زي الكونستيبيشن مثلا ممكن اتعامل معاها ازاي، اللي انا انكارج اللي هو فلويد اند الفايبر انتيك اللي انا بشجعه اللي ياخد فلويد يشرب سوائل كتير وياكل ايه اكل بيكون فيه الياف زي مثلا الخس زي اللي هو الجرجير الحاجات مثلا بيكون فيه الياف يعني وكده عشان تساعده ايه ما يبقاش عنده كونستيبيشن. تاني حاجه برضو ديسكارج ما بشجعوش واجنورنج اللي هو الارج تو دي في كده مثلا عاوز يعمل حمام ما خلوش يمسك نفسه لا بخليه ايه يعملها يعني بشجعه بقى اللي هو ايه يعمل حمام على طول ما يتجاهلش اللي هو الحاجه دي. انكارج الريجولر اكسرسايز بخليه يعمل اكسرسايز على طول بطريقه منتظمه،
انكارج برضو ان انا ايه بخليها باول ايه بالريجولار باول هابتس اللي هو يعني عملت اللي هو الباول هابتس دي بيقعد يعملها بطريقه منتظمه. بشجعه برضو ويوز المايلد لاكسيتيفز وياخد ملينات وكده، ولكن ايه ديسكارج اوفر يوز، ولكن ما بشجعوش ياخدها ايه بدون يعني ايه اوفر يعني يكثر في استعمالها او كده، ولكن تكون ممكن يعني تحت مثلا دكتور مثلا عياده او حاجه زي كده. برضو لا ايه ادمنستر اللي يعني ممكن اعمل له انيما اللي هو طبعا معناه اللحوم الشرويه، ولكن برضو ما بشجعش ايه يعني كثر في استخدامها. برضو ايه اللي هو بالنسبه للسكين بريك داون مثلا بشجع ان شاء الله يعمل ايه باص برودوكالي اللي هو مثلا يستحم مثلا يوميا يحط مثلا لوز لوشن تو بريفنت دراينج في السكين. احنا عارفين طبعا ايه اللي هو ممكن يحصل له جفاف في الجلد بتاعه، عشان كده بخليه يحط لوشن اي مرطب يعني وكده يرطب له اللي هو الجلد بتاعه. كيب الهاندس اوت اوف ووتر او بالجلافز مثلا، لو يحط مثلا لو ميه سخنه وكده وهيستحمى وكده ما يحطش ايه ايده في ولا في الميه السخنه ديت يعني وكده، لان احنا عارفين ان طبعا كبير السن ممكن درجه الاحساس عنده تبقى قليله شويه فممكن يتحلي بسبب الطريقه ديت يعني وكده. بعد كده برضو ايه ريليف اي بريجر اللي انا بخفف عنه اي ضغط بوني بروميننسز على اي عظم عنده في بروز في العظم بتاعه باي فريكوينت تشينج اوف بوزيشن، يعني عن طريق مثلا بغير الاوضاع بتاعته، لان احنا عارفين كبار السن باكتر حاجه عندهم باي متقاعدين فراش، فعشان كده لازم نغير البوزيشن بتاعه برضو عشان امنع ايه امنع الوال سكين ايه بريك داون وامنع اي ايه بعمل له ريليف للبريجر ايه اي ضغط ايه موجود يعني المنطقه ديت يعني وكده. بعد كده في سؤال مهم عندنا جدا هو ايه الاستراتيجيز فور الساكسفول ايجنج، في اساليب بستخدمها عشان الشخص دوت يبقى ساكس الايجنج بتاعي بيكون ناجح. في بعض الاساليب انا بستخدمها زي ايه، اول حاجه لازم اعملها الخطوات لازم اعملها، اول حاجه لازم اعمل ايه دو ات ليست اللي هو 13 مينتس اوف سستين بريزمك وفيجورس اكسرسايز فور تايمز اوت، بمعنى ان انا بشجع اللي هو الشخص الموجود عنده هو الديرلي اللي احنا بنتكلم عنه ان هو على الاقل يعمل ايه اللي هو يمشي مثلا 4 مرات في الاسبوع لمده نص ساعه، ده على الاقل. طبعا احنا فين المشي دوت يعني هو ابسط حاجه. تاني حاجه اللي انا ايت هيلسي دايت، لازم اخليه ياكل اكل صحي مثلا مكون من الاكل ده من الفروتس من الرول جرينز الفيجيتابولز اند اللين ميت. بعد كده جيت از ماتش سليب اللي هو اخليه طبعا ينام بطريقه كويسه اند ريست از نيد، لازم ياخد قدر كافي من النوم والراحه. بعد كده لازم هو منتين بحافظ على اسنس اوف اليومر وانا بحافظ على روح الفكاهه ما خلوش اي حاجه يغضب عليها اند ريفلكت الانجر، لان الغضب دوت او الحزن بيخلي الشخص يكبر بسرعه احنا عارفين ايه اللي هو الموضوع ده. بعد كده سيت الجولز اللي هو اند اكسبت الشان ذات فورس يو تو بي از الايف اند كريتيف از بوس، بمعنى لو مثلا خليك يكون عنده هدف في الحياه مش مثلا قاعد مثلا لا بشاركه معايا في اي حاجه ايه عشان ما احسش بالملل مثلا، اند اكسبت الشان ذات وبخليه يتغلب على التحديات اللي هي ممكن تجبره وبخليه الايف. بعد كده دونت ديبند اون اني وان ايلس، بخليه يعتمد على نفسه في حاجات كتير ما خلوش كل حاجه انا اللي اعملها له عشان ايه ما يحسش ايه لو ملوش لازمه في الحياه. بعد كده بين السيسري اللي هو اعتمد على نفسه هيحس ان هو ايه بيكون ضروري او مثلا ريسبونسبل فيكون مسؤول عن اي حاجه لايف اوتسايد يور سيلف، معنى اللي هو جيف يعني لايف اوتسايد يور سيلف معنى اللي هو جيف تو الاذرز ويعطي الاخرين عندي بيقام ايه انفولد بيصبح ايه من ضمنهم يعني وكده عشان ما يحسش بالعزله. بعد كده مينتين الكونتاكتس ويز الفاميلي اللي هو معناه يحافظ على اتصالاته بالاسره بتاعته والاصدقائه اند ستي اكتيف ثرو الورك، مثلا لو كان لسه بيشتغل ولا كده يخليه اكتيف على طول ريكريشن يبقى عنده نوع من الترفيه عند الكوميونتي في المجتمع. بعد كده جيت ريجولار تشيك اب نخليه بساعده برضو عشان يبقى عنده اللي هو الايدجنج بتاعه كويس يبقى اللي هو ساكسفول ناجح اللي هو ايه يبقى فيه ايه تشيك اب على طول. دونت سموك ما خلوش يدخن، معنى اللي هو ات از نيفر تو ليت تو كويت، ما نقولش مثلا ده انا لسه ايه يعني ده لسه فاضل وقت مثلا ايه عقبال يعني عشان تدخين وكده لا انا كبرت وكده لا خلاص ممكن لسه قدامه فتره وايده يبطل تدخين. كيب ا بوزيتيف اتيتيود توورد اللايف، معنى ان هو يحافظ على الاتجاهات او السلوكيات الايجابيه تجاه الحياه بتاعته اللي هو معناه اللي هو يعمل الاشياء ذات ميك يو هابي اللي هو يعمل الاشياء اللي تخليه على طول ايه سعيد ما يبقاش فيها حزن وكده. ثانك يو. Thank you.